فريق هيسبريس رجع لكم من جديد بأكلات وشهيوات اللي خاصكم تجربوا، وهاد المرة الاكتشاف غادي يكون في جهة الشرق. كاين البودان، كاين الطيحان، يعني خدموا فيه أجيال، خدموا فيه جدود، خدموا فيه ناس كبار، يعني من كيما نقولوا منذ القدامى، كان اللي عنده 50 عام هنايا، كان اللي عنده 40 عام، الناس خدمت بكري هنايا. البودان فيه تقلية مخلطة، فيه الكفتة، الطيحان، فيه الدرع، الروز، القوام ديالو. وهذا المصران، هذا المصران تاع البقري، هذا المصران تاع البقري كتعمر، يعني لو كان نديروا فيه شي حاجه اخرى، نديروا فيه غير الكفته بوحدها، غادي تولي تسمى صوصيط، ما تسماش بوده. معروف الجهه الشرقيه اغلبيه غير في وجده، هنا تقريبا في وجده يعرفينه بزاف، فهمت؟ وجده هما اللي عارفين البودان، وشويه يقولوا بحال البركان والمعذور، فهمت؟ عاد ولات توصل لهم هذه القضيه نتاع البودان وكذا. بصراحه بنين، وحتى الثمن رخيص ومناسب بزاف. ودابا غادي ندوزو للاكتشاف الثاني. بجوج دراهم تقدر تشبع وتبنن. هذا كران أكلة خفيفة معروفة في المنطقة الشرقية، يعني يأكلها الصغير الكبير، العائلة يوميا يأكلها، ما كتملش هذه الأكلة. واللي جا من برا من الغرب ولا اللي جا لوجدة وما كلاش، كان بحال ما جاش كاع لوجدة، تكون من الحمص، الطحون، الزيت، الماء، صافي. اللي بغى يدير البيض كيدير البيض، حنا ما كنديرش البيض، كيشعل واحد كيقول لك هذا بيض، كنقول له لا ماشي البيض، الزيت كطلع فوق الماء كيحمر، واش هي كتعطيه الوقت ديالو 10 ديال السوايع، 8 7 ديال السوايع، كيطيب زين كيخرج زوين. هذا هو باش مخلوق. من الثمن مناسب، جوج دراهم بحال هذه، جوج دراهم صافي، هذا هو الحد الاقصى ديالها. هاد لي بواطر خاص 7 دراهم 15 درهم باش كيعمروا لي ديال الدار، وهذه اللي ياكل هنا يعني 5 درهم يتغدى بها ولا يتعشى بها، يمشي مخير بها. جوج كاسكروطات وكاس باريده بحال اللي كاع ما بقاش يدور على الماكله. هنا وجدة معروفة بالكعك الوجدي، ها هو الكعك الوجدي معروف عندنا من القدم، يعني ملي كنا صغار كنا كنشوفوا الوالدين ديالنا يعني يخدموه وكيستهلكوه بزاف، وكيستهلكوه تقريبا يوميا، كيمشي في لي غوتي، يمشي في الفطورات، وكنستعملوه يعني كنخدموه بزاف في المناسبات. المناسبات ديالنا ضروري خص يكون الكعك، هو صحي، على الصحي انه كيتخدم بواحد الطريقة صحية، وفيه المواد اللي كنخدموا فيه صحيه بزاف، مثلا الجلجلان، مثلا حبه حلاوه، النافع، الشنان، هاد السوالحات هادو صحيين للانسان، وهو في الحقيقه تقليد عندنا هنايا في وجده، يعني معروف وفيه طرق عده باش كنخدموه. هنا تقريبا وجده معروفه بالكعك، عندنا باش نقول لك من هنايا، عندنا هنايا الكعك، هنا في وجده عندنا الكعك، عندنا كران. حنا هنا في وجده هاد هما الحويجات اللي معروفين بهم. كاين حتى الحلويات، مثلا المقروط ما تلقايش الداخل، كاين هنا تقريبا في وجده ضروري كيجيو الناس يتقضاو هنا عندنا، في كيقولوا لهم الداخل، كاين كيجيو حتى من الخارج، الناس نتاع اوروبا عاوتاني كيجيو كياخذوا منه. الثمن كيبدي من 20 درهم، يعني في المتناول الجميع، كاين الناس اللي ما تقدرش مثلا يدي كيلو كيدي نص كيلو، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. الكعك ديال وجده ما كاينش بحاله، وضروري تديو معكم العائله بالصحه والراحه. موعدنا في جهة أخرى مع شهوات وأطباق جداد. ما تنساوش إلى جيتوا لهذه المناطق وتذوقتوا هذه الأطباق، شاركوا معنا المناطق.